السلام عليكم. في هذا الفيديو غنقدم لكم العصير ديال زعزاه بالحلاوه ديال التمر. هنا استعملت التمر ديال عزيزه. بالنسبه للتمر اللي استعملت هنا استعملت التمر ديال عزيزه، كتقدروا تستعملوها غبره وتقدروا تستعملوها حتى طريه، كتعطي واحد المذاق وواحد اللون وواحد اللذه اللي متميزه بزاف. وبالنسبه لكم كتستعملوا التمر اللي بغيتوا. تابعوا معايا الفيديو الاخير. هنا عندي كاس ديال الحليب وجوج حبات ديال لافوكا. بالنسبه للحليب والافوكا كديروا على حسب الكميه ديال العصير اللي غادي ديروا، يعني كميه كبيره ولا كميه صغيره. بالنسبه للعصير كنديروا خاتر، ما كنديروش جاري. هنا الحبات ديال الافوكا خديت جوج ديال الحبات اللي متوسطين، ماشي كبارات وماشي صغارات. ومن الاحسن الافوكا تكون طايبه، فاش كتكون طايبه كتكون حلوه وكتجي مزيانه في العصير. بالنسبه للحلاوه غادي نستعمل هنا السكر ديال التمر، التمر غبره، يعني التمر اللي كتكون يابسه وطحنتها. الا ما كانش متوفره كتستعملوا التمر، يعني اي نوعيه بغيتوا. كاين بزاف ديال الانواع ديال التمر، كتستعملوا النوعيه اللي بغيتوا ولا كديروا العسل. بالنسبه ليا متوفر عندي هاد السكر غبره. بالنسبه لهاد التمر هذه اللي استعملت، انا استعملت هنا التمر ديال عزيزه، كتكون عندها واحد الحلاوه اللي طبيعيه، وحتى الحلاوه ديالها كتجي مزيانه بزاف، يعني واحد المذاق اللي زين بزاف، كيبان بحال الا تزاد فيها اللوز وحتى حسن من اللوز. غادي نزيد جوج ديال المعالق. كنزيد الحليب، هو بالنسبه للعصير كنديرها شويه خاتر، ما غاديش عاد نزيد الحليب، غير الكميه كنكتفي بها باش ما يكونش جاري. هنا بالنسبه للطبقه الاولى كندير الطبقه ديال الفلون، وكتكون اختياريه بغيتو ديروها ولا كتستغناو عليها، يعني كديروا الفلون اللي بغيتو، فلون ديال الفاني ولا فلون ديال البنان ولا فلون ديال الفريز ولا الكراميل ولا الشكلاط اللي بغيتو كديروه. بالنسبه للفاكهه كديروا الفاكهه اللي بغيتوا. هنا غادي نستعمل بويضه وغادي نستعمل البنان. بالنسبه للفاكهه اللي ما كناخذو الفاكهه اللي كتكون طايبه كتكون حلوه. وبالنسبه للفاكهه كديروا الفاكهه اللي بغيتوا. بعد ما ساليت هاد الطبقه هادي كناخذ هاد لاصوص هادو الواجدين، ولا كنستعمل لاصوص اللي كنحضر في الدار. هنا خليت لاصوص ديال الشكلاط ولاصوص ديال الكراميل.
كنزيد الكركاع. بالنسبه للكركاع كنحمرو غير واحد الشويه، يعني غير كنصهدو غير باش يتحيدو منو النضا. كتقدروا ديروا اللوز، ديروا البندق، كتقدروا ديروا اللي بغيتو، اللي متوفر عندكم كديروه. بالنسبه للكريم كنستعمل هاد الشونتيه، هادي غبره، هادي ديال البكليه، واللي كنستعمل هادي ديال العبار. بالنسبه للبنات اللي كاينين في المغرب، هادي كتباع بالعبار، هادي حلوه ما كتزيدولهاش هاد السكر، كتاخذوها بالعبار الكميه اللي بغيتو. يعني كتقدروا ديروا مثلا غير نص كاس ديال لاكريم شونتيي، كتقدروا ديروا الكميه اللي بغيتو. وبالنسبه لهذه العبار ديالها، يعني كديروا كاس ديال لاكريم شونتيي ديال الغبره في كاس ديال الحليب. نفس الشيء بالنسبه لهذه، كديروا ساشيه يعني في كاس ديال الحليب. وبالنسبه للحليب خص يكون بارد مزيان. هنا كندير كاس ديال الحليب اللي كدرته في مجمل مع كاس ديال الغبره ديال شونتيي، كنطلعهم بالباتور. هذا هو العصير ديالي بعد ما وجد، هذه هي النتيجه ديالو. بالنسبه للتزيين كتزينوا باش ما بغيتو. بالنسبه للفواكه كتستعملوا الفواكه اللي بغيتو، ماشي ضروري هاد المكونات هادو اللي استعملت. الصراحه المذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف. بالنسبه لهاد الاضافه هذه ديال التمر ديال الزيت اللي ضفت له، كتعطي واحد اللذه وواحد المذاق اللي متميز بزاف. ان شاء الله غادي تجربوه وغادي يعجبكم. وهكذا كنجي نهايه الفيديو، كنقول لكم بسلامه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. مع السلامه.